لكن نلحق وليدي، شفت المعلمه راهي لداخل، دخل وليدي القسم نروح. هذا هو المفروض ندير كونفيونس في المدرسه. في المدرسه انا شفت من الاسباب يعني الكثيره اللي تخلي الامهات يقعدوا، اولا قلت لكم الفراغ، ما تكونش خدامه مثلا ولا ما عندهاش هذاك النهار حاجه تديرهم، تصيبيهم الجمعين قدام المسيد. ثانيا الفضول. فضول. الفضول. فضول. الفضول احنا عندنا الجزائريين بنسبه كبيره، نقعد هكا نشوف البروف جات واش راهم يديروا، راه مقداد المديره دخلت ما دخلتش، نقعد هكا نقعد نقعد شويه. نزيد لك حاجه. تقعد تقرعش على المعلمه؟ على المعلمين. نزيد لك سبب واحد اخر، سختو فتره الاختبارات. هنا انا بالك راني مع الاولياء، باسكو تلمو المنظومه التربويه تاعنا راهي معمره بالمواد وتصيبهم يتجمعوا بزاف يستناو يترقبوا هذيك المعلمه، نقصي لنا درس، زيدي لنا درس، يديروا مام الجمعيات بيناتهم النساء قاعدين قدام المسيد ويخيروا هما الدروس، وكي تجي المعلمه يقولوا لها انا واجهت هذه الحاجه، تجي لي تقول لي معليش ديري لهم الدرس الفلاني ساهل، معليش. فهمتيني شغل هذا الحد، هذه الظاهره ولات بزاف. وليدك تخلي المدرسه راهي 8:30 خلاص. بصح لماذا في رايكم ينزعج يعني مدراء المدارس ولا الاساتذه من وقوف الاولياء عند باب المدرسه؟ وش هي الحاجه؟ ممكن المشاهد راه يشوف يقول لك خليه يتهنى على ولده وانت راك تقري لداخل، وعلاش ماهوش يديرونجي؟ ماكش داير فيه كونفيونس. ماكش داير فيه او يقعد مع وليدك اكثر منك في الدار ولا لا لا، ماكش داير فيه الثقه اللازمه. هذا الانسان راهو ثاني مخلي حياته وراهو يدير في المهنه اللي يحبها، ويقري لك في وليدك، يعلمه، يربيه كل حاجه، انت راك تضيق عليه الخناق، شو راك داير له لابريسيون، تحس فيه حاجه ماهيش عاجباتك.